هاي ازيكم؟ كيفكم؟ اخباركم وحالكم؟ ان شاء الله طيبين وعلى اتم صحة يا رب. مشتاقين وده فيديو جديد حجاوب فيه على اسئلتكم بخصوص دولابي والستايل بتاعي والملابس اللي انا بلبسها زي ما سألتوني، وشخصيتي كيف من خلال دولابي. هحاول اعرفكم علي من جانب الملابس ومن جانب الستايلينج. انا ما زولة رهيبة ولا ستايلست ولا اي حاجة، لكن انا زولة بحب ألبس الهدوم بالصورة اللي أنا بتعجبني، فححاول أشارككم شوية من الحاجات اللي عندي. وصراحة أسئلتكم حلوة جديد ولطيفة ومختلفة تماما، أنا ما كنت متوقعها تكون عاملة كده لكن طلعت حلوة شديد. فيلا مع بعض نبدأ الفيديو، بس قبل ما نمشي لقدام ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، شيروه مع صاحبتكم اللي بتحب الملابس وجنها هدوم وحاجات ضابطة. ويلا مع بعض نبدأ بأول سؤال. السؤال الأول بتقول فيه: بتختاري ملابسك على أي أساس؟ صراحة سؤال حلو والإجابة عليه كمان أعتقد حتعجبكم. أول حاجة بالنسبة لي أنا على أساسها بختار الملابس هي الراحة، الراحة ثم الراحة ثم الراحة يا جماعة. أنا اللبسة لو ما عجباني أو ما مريحة بالنسبة لي، الموضوع ده ممكن يخليني أكسر حركة خالص. فأهم حاجة بالنسبة لي إنه الحاجة اللي أنا لابسها تكون إحساسها مريح وجميل في جسمي، فالراحة بالنسبة لي العامل الأول. تاني حاجة بختار على أساسها ملابسي إنه أنا أقدر أطقمها بكذا طريقة، يعني القطع اللي ما بقدر ألبسها غير مرة واحدة أو اللي بيكون صعب إنك أنت تنسقيها مرة تانية غالبا بكسر حنكة وما بشتريها، لأنه الحاجة دي بتخلي إنه يكون عندك هدوم كثيرة أنت ما بتقدر تلبسيها إلا بستايل واحد. فبحاول على قدر ما أقدر إنه تكون عندي بيسز أقدر ألبسها كذا مرة وأعمل لها ستايلينج بكذا طريقة. ثالث حاجة واللي هي أهم حاجة بالنسبة لي، هو سبب بالنسبة لي مهم شديد وبحاول على قدر ما أقدر على قدر ما أقدر إنه أنا ألتزم به، هو إنه يكون المصادر المصنوعة منها الملابس اللي أنا بشتريها صديقة للبيئة وبتدعم الحفاظ على البيئة. لأنه يا جماعة صناعة الملابس واحدة من الصناعات اللي بتأثر على البيئة بصورة كبيرة شديد، وده اللي حيجيبنا للسبونسر بتاع الفيديو بتاع الليلة. أسدير هي شركة بتاعت صناعة بتاعت ملابس، مهتمة بإنها تصنع ملابس من مواد صديقة للبيئة، مواد معاد تدويرها، وأنا مبسوطة شديد إنه هم عملوا لي سبونسرينج، سألوا لي جزء من الكولكشنز اللي هم حسي حاليا عندهم في الموقع بتاعهم، وواحدة من البيسز اللي هم رسلوها لي أنا حسي حاليا لابساها واللي هو الفستان الرهيب الميدي ده. الماتيريال بتاعته يا جماعة فوق الخرافية، حقيقي أنا مبسوطة شديد إنه هم تعاونوا معي. وخليكم متابعين لحد نهاية الفيديو، حشارك معاكم كل البيسز اللي هم رسلوها لي، وكمان حشارك معاكم كود خصم تقدروا تطلبوا من خلالهم بيخصم لكم لحد 15%. ويلا نمشي للسؤال اللي بعده. قلت لي: لونك المفضل شنو؟ صراحة لما عينت للسؤال ده كنت حابة أجاوب الإجابة العادية اللي هو لون المفضل أصفر، بس لما فكرت في السؤال ده من ناحية دولابي أو من ناحية ملابسي بقيت بفكر هل اللون المفضل هو اللون المفضل بالنسبة لنا إن إحنا بنحبه في باقي الحياة، ولا هو اللون اللي بيظهرنا بطريقة حلوة وجميلة. يعني أنا واحدة من الناس لما ألبس أي واحدة من درجات الأزرق أو البنفسج دايما بيظهرني بصورة حلوة شديد وبيظهر لوني جميل جدا، فهل ده ممكن يكون لوني المفضل؟ برضو هل ممكن يكون لوني المفضل هو أكتر لون موجود عندي في الدولاب واللي هو الأسود؟ أنا يا جماعة عندي فستان أسود، سكيرت أسود، بنطلون أسود، تيشيرت أسود، وما تيشيرت واحد، كذا تيشيرت أسود، فأنا عندي أسود كتير. أنا صراحة ما بحبه كلون شديد لكن بحس إنه قطعة أساسية وموجود عندي منها حاجات كتيرة، فهل ده ممكن يكون لوني المفضل؟ لأنه في ناس مثلا بتحب الأبيض أو بتحب البيجيات، أنا بحب الأسود، فصراحة ما قادر أعرف. يا لون مفترض أكوردنج للدولاب بتاعي يكون هو المفضل؟ ما عارفة، شاركوني تحت في الكومنتات يا لونكم المفضل، يا لون بيظهركم حلوين، ويا لون هو الكثير في دولابكم. نمشي السؤال اللي بعده. قلت لي: أكتر شنطة بتحبيها شنو؟ صراحة أنا زولة بحب الحاجات الجديدة، يعني كل ما تكون عندي حاجة جديدة بكون دايما منبهرة بيها كده وبكون بحبها أكثر من الباقيات. فدي الشنطة الكيوت اللطيفة دي جاتني برضو من ناس أسدير، هم برضو بالمناسبة بيعملوا شنط، فدي شنطة برضو جابوها لي عجباني شديد لأنه ما عندي الستايل ده بتاع الشنط، ومختلف شديد وحلو شديد، الماتيريال بتاعتها حلوة شديد وراقية جدا جدا، بالإضافة لأنه الستايل ده أنا ما عندي واللون ده برضو ما عندي. دي حاليا الشنطة اللي عاجباني. ممكن برضو اقول لك انه الشنطة اللي عاجباني هي الشنطة برضو جديدة جبتها البيجية دي، لانه طبعا انا ام
فلما اطلع بكون حابه انه تكون شنطتي بتكفيني انا وبنتي، فالشنطه دي كبيره بتشيل لي حاجاتي انا وبنتي، فممكن تكون دي برضو الشنطه المفضله بالنسبه لي. فما قادره احدد يا تو واحده، لانه الاثنين عاجبني، دي بتكفيني عشان اقدر اطلع بها المشاوير، ودي لانها جديده فمبهوره بها كده فبحبها يعني. فثانك يو اس ديرا على الشنطه اللطيفه والكواليتي الحلوه دي، بجد ثانك يو. نمشي للسؤال اللي بعده. قلت لي اكتر قطعه بتحبيها في دولابك؟ برضو دائما بكون حابه القطع الجديده في دولابي، لما اجيب قطعه جديده بكون مبهوره بها شديد وبحبها شديد. برضو القطعه اللي انا حاسه حاليا منبهره بها هم قطعتين اكشلي، الفستان اللي انا لابساه ده يعني نفسي البسه كل يوم، لولا ان الدنيا سخان حرفيا بكون نفسي البسه كل يوم، لكن يعني ما ينفع. حلو شديد يا جماعه، اليدين حلوه، الكواليتي بتاعت القماش حلوه شديد. برضو واحده من الحاجات المفضله بالنسبه لي هو التيشيرت الاسود ده، برضو من اسدير. انتوا ممكن تكونوا شايفين انه هو بتاع شفون، لكن هو من جوه تاني فيه قطعه، فهو تو لايرز. الحاجه دي انا ما اتخيل مكسراني كيف، واللاير اللي جوه ناعمه وجميله جميله جميله جدا. برضو اقول لكم انه الفستان الابيض ده هي اوريكم ليه، this white dress I love it، ده ما من اسدير لكن برضو مبهره بيه، لكن ما قاعد اقدر البسه لانه لونه ابيض فبخاف انه يتوسخ، لكن بحبه شديد يعني. فممكن تكون دي القطعه المفضله بالنسبه لي اعتقد. نمشي للسؤال اللي بعده. قلت لي كيف نقدر نوقف شراء كميات كبيره من الملابس؟ ده سؤال صراحة حلو شديد وانا حبيت انه انا اجاوب عليه. الموضوع ده بانك انت تشتري هدوم الكواليتي بتاعتها عالية وما تهتمي بانه الملابس يكون سعرها رخيص، لازم يكون سعرها معقول ومناسب مقارنة بالجودة بتاعتها. يعني ما تمشي تشتري لك بيس رخيصة جدا لانه ممكن بعد غسلة غسلتين تاني بعدك ما تقدر تلبسيها، فهتضطري تاني تمشي تجيبي منها. فالفكرة في انك تلقي لك قطع الكواليتي بتاعتها عالية جدا وتعيش معاك أطول فترة. برضو ممكن إنك تهتمي بالقطع وتصلحيها لو حصل فيها أي مثلا تمزق أو حصل فيها أي نوع من العطب، إنك أنت تحاولي تصلحيها وما تتخلصي منها على طول. وممكن تعيدي تصميم القطع ذات نفسها، يعني القطع لو حسيتي نفسك منها زهجانة أو لبستيها بستايل معين حاولي غيري الستايل بتاعها، يعني فستان أقلبيه سكيرت، أقلبيه قميص، غيريه قصريه طوليه، حاولي اخترعي طرق بحيث ان انت ما تكوني مضطرة انك انت تشتري ملابس جديدة، بالاضافة لانه اصلا تشتري من البداية قطع الجودة بتاعتها عالية شديد فتقوم تقعد معاكي فترة طويلة. لي اكتر استايل بتحبيه شنو؟ اكتر استايل بحبه هو استايل المريح. اي ثينك انه انا زولة بحب الجينز شديد، فممكن كل يوم البس جينز، literally كل يوم البس جينز. بحبه لانه سهل للستايلينج ومريح ولطيف. في ناس بتحس انه هو ستايل كاجوال او ستايل ما لطيف، لكن انا بحبه. فبحب الجينز عموما وبحب تؤاد قطعة الجينز، يعني لو لابسة فستان مثلا والسليفز بتاعته قصيرة بحب البس معه قطعة الجينز، ما احب صراحة البس اي جاكيت تاني غير الجينز، بحس انه ما حيليق عليه اي حاجة غير الجينز. بحب الجينز كثير في حياتي، بس الناس بتحس انه الجينز ده بتاع ناس ما مهتمين، لكن انا شخصيا بحبه، دي الحاجه اللي انا بحبها، الستايل المريح اللطيف الظريف، فالجينز بالنسبه لي هو اكثر حاجه. قالت لي لون مستحيل تلبسيه. لون مستحيل البسه؟ ما قادره صراحه اتذكر لون مستحيل البسه خالص، لانه انا زمان كنت بقول انه ما حلبس برتقالي، وحسي حاليا دولابي مليان برتقالي وعندي شنطه برتقاليه اي ثينك نازله في انستغرام حيكونوا متذكريننا. فنو اكشلي ما اي ثينك ان انا ما عندي لون مستحيل البسه، انا بستعمل الوان نيون فما اعتقد انه في لون ما ممكن البس، اعتقد كده ما عندي. قالت لي اخر قطعه اشتريتيها شنو؟ استنوا عايز اوريكم قطعه برضو. This cute skirt برضو من اسدير، حلو شديد وتول، التول ده تو لايرز، حلو يا جماعه، حلو حلو، وفي اللبس احلى 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 بكثير حقيقي. This is دي اخر قطعه انا اشتريتها بالاضافه للفستان وبالاضافه
حاجات اللي جابوها لي ناس اسدير حاخدت عليكم في الصندوق بتاع الوصف عشان تمشوا تشوفوها كلها وتتفرجوا عليها. خش الموقع الالكتروني بتاعهم باي ذا واي هم مديني كود خصم هيديكم تخفيض لحد 15%، فخشوا تحت في صندوق الوصف وتفرجوا على الويب سايت بتاعهم وادوني رايكم عنهم تحت في الكومنتات. عايزة اعرف الملابس المريحة للحامل شنو؟ اي ملابس قطنية واسعة ما فيها لستك هتكون مريحة للحامل. حاولي ابعدي من الحاجات اللي بتتطلب منك انه يكون فيها حزام او تتطلب منك انه يكون فيها لستك، لانه جسمك بيكون ممتلئ وما بتكوني حابة الموضوع ده. انا من الناس كنت بحب المناطق جدا جدا لحد الشهر السابع، لكن من نهاية الثامن لحد التاسع ما كنت مرتاحة انه انا البس البناطيل، فكنت بلجأ للفساتين اللي حسي حاليا ما عارفة اوديها وين. صراحة عندي فساتين كتيرة ما عارفة اتصرف فيها كيف، ولا اعمل لها ريديزاين كيف، ولا المهم دي ممكن احكي لكم عنه في فيديو تاني. تخيلوا انه ده كان اخر سؤال، حقيقي كان نفسي انه انا اجاوب على اسئلة اكتر من كده. لو عجبكم الفيديو ده والمحتوى شاركوني تحت في الكومنتات عشان اعمل لكم بارت 2 لو الفيديو ده عجبكم، ونجاوب على زيادة من الاسئلة اللي انتوا سألتوني لها، لانه صراحة كان في اسئلة حلوة لكن ما عايز اطول لكم الفيديو شديد. وبس لكن كنت حابة اقول لكم في فيديو الليلة، ما تنسوا انكم تمشوا تشوفوا الموقع بتاع استير، حطوا لكم تحت في صندوق الوصف وتستخدموا كود الخصم بتاعي عشان تشتروا اي واحدة من الايتمز بتاعته. وشكرا لهم مرة تانية على سبونسرك الفيديو ده. ده كل اللي كنت حابة اقول لكم في فيديو الليلة، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا لحد ما الاقيكم في فيديو جديد وناس جديدة وحاجات تانية اطيب. ابقوا طيبين ومع السلامة.